في ناس لما بتتضايق من حاجة بتيجي تقول كده أنا حاسة بنغزة في قلبي. في واحدة لما بتتخانق مع جوزها تقول له أنت وجعت لي قلبي، والعكس صحيح برضو لما واحد بيتخانق مع خطيبته أو مراته يقول لها أنت وجعت لي قلبي. وفي ناس لما بيتكلموا كده باللغة العامة مع بعض يقول لك أنا حاسس بضيق في قلبي وحاسس أن كلامك تقيل على قلبي، وكأن كل الكلام اللي احنا بنقوله ده الضيق أو الحزن ليه علاقة بمشاكل أو أمراض القلب. هل ده ليه علاقة أو أساس من الصحة ولا لا؟ ده هنعرفه النهاردة. خلينا الأول هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، هو وظيفة القلب أو الأداء الوظيفي للقلب والشريان التاجي. يمكن ده موضوع مهم جدا وبيهم ناس كتير، ولكن الأول خلوني أكلمكم عن حملة سلامتك. الحملة دي قامت تحت إشراف وزارة الصحة والإسكان برعاية شركة ميرك للأدوية. الحقيقة هدف الحملة دي إنها توعي كل المواطنين وتوعي كل الناس والكشف المبكر عن الأمراض اللي بنسمع عنها كتير، أمراض العصر زي الضغط وزي القلب وزي السكر وتأخر إنجاب، والحقيقة أمراض تانية كتير جدا. يمكن الحقيقة بيشارك في الحملة دي أكتر من 5000 طبيب من الأطباء المحترمين اللي لهم دور كبير جدا في الحملات دي. هنتكلم أكتر عن كل الكلام اللي أنا اتكلمت فيه ولكن بالتفصيل، بس خلوني ارحب بضيفي اللي بينورنا النهارده في ازاي الصحه. ضيفي النهارده دكتور محمود يوسف، استاذ ورئيس قسم القلب والاوعيه الدمويه جامعه المنصور. اهلا بيك يا دكتور، وازاي الصحه؟ الحمد لله حضرتك. دكتور، في البدايه عايزه اعرف من حضرتك وظيفه القلب ايه في جسم الانسان؟ يعني زي ما انا قلت كل الناس بيقول لك انا قلبي واجعني، انا حاسه بضيق في قلبي، بس عايزين نعرف ايه الاداء الوظيفي للقلب. هو ماشي، بعد المقدمه الرومانسيه دي انا هنقول كلام تقيل شويه، انما هو القلب عضو عضلي. تقريبا كل انسان قلبه في حجم قبضه ايده، يعني وزنه تقريبا 300 جرام. يعني في الطب علمونا ان وظيفه القلب الاساسيه انه يضخ الدم للجسم. سمحتك عارفه بيستقبل الدم ويزقه عن طريق الشريان الاورطه للجسم كله، دي الوظيفه الاساسيه. انما يعني ظهرت وظائف جديده للقلب مش مجرد مضخه. رقم واحد ان ممكن بيستقبل مؤشرات من الجسم عشان يعالجها، يعني مثلا واحد ضغطه وطى تروح اشارات للقلب فيزود شغل عشان يزوده. واحد حجم الدم عنده كتير يروح إشارات للقلب فيشتغل، ففي علاقة متغيرة بين القلب وبين الجسم. رقم ثلاثة له وظيفة، بيفرز هرمونات. يعني دي من الحاجات الغريبة أن القلب بيفرز من ضمنها هرمون بيخرج المية والصوديوم الزيادة اللي في الجسم. ده الكلام اللي احنا بندرسه في الطب، إنما في كلام تاني ظهر الأيام اللي فاتت بعد ملاحظات على عمليات زرع القلب. يعني إيه؟ يعني طفل غرق أخدوا قلبه زرعوا لطفل تاني، الطفل الجديد بقى يخاف من المية. أخدوا قلب طفل مات زرعوا لطفل جديد، الطفل الجديد حن الأم الطفل اللي مات اللي خدوا قلبه. سيدة مستقيمة خدوا قلبها زرعوا لست كان لها يعني تصرفات غريبة، لها حالها تصلح. القلب الصناعي لما حطوه في العيان، العيان مش حاسس لا بحب ولا بكره، قعد شهور ومات. ففي كلام جديد دلوقتي عن ان القلب منفصل بذاته وان هو المسؤول عن الحب والمشاعر، مش نظام زي ما كنا بنقول العقل بيدي اشارات، لا. فدي حته جديده لسه هيبقى فيها كلام. ده كلام كبير وجميل جدا يا دكتور، جميل جدا. طيب بنسمع دايما عن الشريان التاجي، في ناس كتير النهارده تقول لك انا ما اعرفش وظيفه الشريان التاجي ايه وايه تاثيره على القلب. تمام، هو القلب بيطلع منه الشريان الاورطه عشان يدي للجسم دم فيه اكسجين وجلوكوز وكده. بعد ما يطلع الاورطه بيفتكر انه طالع من القلب فيطلع له شريان تغذيه هو نفسه. فبيطلع شريان يمين وشريان شمال. الشمال بيتقسم اثنين فاصبح كده عندنا ثلاثه، واحد يمين واثنين شمال. دول بيغذوا القلب نفسه. بيلف حوالين القلب في شكل تاج. فتكريما لهم بنقول عليهم الشريان التاجيه، فوظيفتهم الاساسيه ياخدوا دم كويس من الاورطه يدوه لعضله القلب عشان القلب يشتغل. حلو قوي. يمكن حمله سلامتك زي ما انا ذكرت يا دكتور في الانترو فيها يعني تنويه كتير جدا وتوعيه كتير جدا لكل المواطنين. يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي بنتكلم فيها النهارده المقصود قصور الشريان التاجي. ايه هو؟ ولو احنا افترضنا ان الشريان التاجيه بتدي للقلب مقدار من الدم، لو المقدار ده قل يعني ادت اقل من اللي بتديه، يبقى مقصره في حق القلب، فنسميه قصور في الشريان التاجي. فالقصور معناه ان الدم اللي رايح للعضله نفسها قليل. لو قليل يبقى ده قصور، او زمان كنا بنقول ذبحه صدريه. لو وقف خالص نتيجه جلطه يبقى ده في جزء من عضله القلب هيموت لو احنا ما تدخلناش. يعني قصور الشريان التاجي ليه علاقه او ليه مثلا
يعني كلمه ذبحه صدريه ليهم اتصال ببعض؟ هو لفظ ذبحه صدريه ده لفظ قديم معناه الالم الصدري اللي بيجي نتيجه ان في مشكله في الشريان التاجيه. حلو. في اي عيان عنده الم في الصدر لو قلنا له انت عندك ذبحه ده ما اكتشفناش حاجه جديده، ما هو الالم معناه ذبحه. انما القصه بتبدا الاول بان الدم يقل يبقى دي الذبحه فعلا. انما لو الدم وقف خالص يبقى احنا دخلنا في سكه تانية اللي هي سكه الجلطه والاحتشاء والحاجات اللي هنقولها ان شاء الله. طيب يمكن دايما لما بنسمع عن قصور الشريان التاجي او المصطلحات الكبيره جدا او الذبحه الصدريه دايما ما بنشوفش الكلام ده او ما بنكتشفش الكلام ده الا ما بنلاقي نفسنا في المستشفى والحاله خطيره والكلام ده كله. عايز اعرف من حضرتك كده الاعراض اللي بتبان على المريض ايه هي؟ وطبعا في اعراض كتيره بس يعني اهمها الالم، واحنا المفروض يعني حمله التوعيه بتاعتنا تبقى على مواصفات الالم، لانه يعني في الطب بيقولوا انه كل ما نتحرك بدري كل ما ننقذ العضله قبل ما يجرى لها حاجه. الالم مواصفاته سهله، الم بيجي في الصدر بيسمع في الكتف الشمال او الايد الشمال. ممكن يسمع احيانا في الفك او في السنان، ممكن يسمع في الظهر. ما يميزه انه بيجي مع المجموع كله مع بعض ولا حاجة واحدة؟ ممكن يسمع في أي حاجة، ممكن يسمع في كله. ما يميزه انه بيجي مع المجهود ويجبر الإنسان انه يقف، يعني لو طالع سلم هيقف. بيتميز برضو انه ممكن لما نحط القرص اللي تحت اللسان الدنتر 5 مللي الألم يروح. ده ما يميزه. إنما لازم العيان يعرف عشان مش أي حد يسمع الحلقة يروح بقى يجري جري، لا. لو أنا بيجي لي ألم ولما باخد نفس بيزيد، لا ده مش من القلب، هيبقى من عضلة الصدر. برد يعني. لو ضغطت بايدي كده على مكان الالم وايدي المتني ما يبقاش من القلب، عشان برضو ما يسمعوش الكلام ويجروا. انما ما يميزه ان هو زي ما قلنا بيجي في الصدر وبيسمع في الاماكن اللي قلنا عليها، ده الالم. مع ملاحظه ان مريض السكر ممكن ما يحسش بالالم، يعني يعني ربنا يعافيك ويعافي الساده المستمعين، يعني انه ممكن يجي له جلطه في الشريان التاجي وما يحسش مريض السكر، لان الاعصاب عنده فيها مريض السكر. مريض السكر بالاخص. عشان كده مريض السكر المفروض يبقى كل فتره له زياره دوريه، يقيم القلب، يعمل رسم قلب، يعمل ايكو كل فتره. ايه السبب ان هو ما بيحسش باي حاجه زي المريض التاني؟ انه بيحصل عنده التهاب في الاعصاب أو بمزاجها او غصبا عنها. بمزاجها انها دخنت او خدت حبوب منع الحمل، ده بتؤدي الى كده، فقدت الحمايه. غصبا عنها ان جالها سكر، فيبقى الست في فتره الحمل والرضاعه محميه الا اذا سكر او تدخين او حبوب منع الحمل. انما بعد انقطاع الدوره الراجل والست زي بعض. يبقى قلنا السن والنوع، التاريخ الاسري، لو في حد في العيله مات صغير بشريان تاجي، بس مات صغير ما يبقاش جده مات 80 سنه اقول انا عندي تاريخ، لا. يبقى دول ثلاث حاجات ماليش دخل فيهم، مش هقدر امنعهم، دي عوامل خطوره. جميل. انما في حاجات بقى في ايدي، السكر اظبطه، الضغط اظبطه، الدهون في الدم، كل يعني مريض السكر ومريض الضغط مع التعرض لامراض القلب بيبقى ليه معامله خاصه غير اي مريض تاني. طبعا طبعا. يبقى السكر والضغط والدهون، زياده الوزن، وبعدين اتنين عكس بعض. اللي هو عايش ما يعملش حاجه خالص، لا رياضه ولا مشي ولا حاجه، اللي هي السيدنتري لايف يعني. ما مين اكتر ناس معرضين يا دكتور للاصابه بده؟ ما هو اللي عندهم الامراض دي واللي حياته كلها ستريس. يعني مثلا في مهن معينه، القضاه مثلا، الدكاتره، الناس اللي تحت ضغط نفسي بيبقوا معرضين اكتر. معرضين اكتر وبخاصة لامراض القلب. انه في المهن دي بيلجا للتدخين. يعني مثلا قاضي بيراجع قضيه او بيراجع قواضي علبتين سجاير ولا حاجه، فالسجاير من الحاجات السيئه جدا. فالحاجات دي ممكن الكنترول عليها، العوامل دي اللي هي السكر، الضغط، الدهون، زياده الوزن، وطبعا التوتر. من خلال بقى حمله سلامتك تقول للناس المشاهدين كلهم يقلعوا عن السجاير وبطلوا سجاير وشيشه، صح يا دكتور؟ اكيد. تقول لهم ايه؟ اكيد طبعا نبطل سجاير. طبعا. جميل جدا. طيب هنخش بقى في موضوع تاني عن ارتفاع ضغط الدم، هل ليه علاقه بقصور الشريان التاجي ولا لا؟ لا طبعا. وارتفاع ضغط الدم واحد من عوامل الخطوره اللي قلناها اللي بتساعد على صلب الشرايين، يعني دايما وجوده بيبقى سكر مع سكر مع دهون، فبيساعد على صلب الشرايين وبالتالي الشريان التاجي. الحاجه الثانيه انه الضغط لما يكون عالي القلب هيضطر يبذل مجهود اكتر. بيحصل تضخم في العضله فاحتياجاتها من الدم تزيد، فده برضه يعاني من القصور. فارتفاع الضغط احد عوامل الخطوره. عشان كده الكلام الجديد ان انا يعني ما ظبطش ضغط بس، لا لازم ضغط وسكر وكل العوامل تتظبط مره واحده اذا كنت عايز امنع الشريان التاجي. جميل جدا. حضرتك ذكرت كده في وسط الكلام بس عشان نوضح لكل الساده المشاهدين يكون قلنا لهم كل حاجه، كلمه تصلب شرايين يعني ايه يا دكتور؟ وربنا خلقنا الشريان بتاعنا الاستيك مرن. يعني لما القلب يزق الدم في الاورطه، الاورطه بتمدد. حاجه طبيعيه كده من عند ربنا. في الجزء الثاني من الدوره بتاعت القلب لما ما يزقش الدم
يرجع تاني يحصل له ريكويل او يرجع كده بيحافظ على الضغط. يعني لما بيندفع فيه الدم وبيتسع ما بيعلاش الضغط، لما الدم ما بيندفعش فيه بيحافظ على الضغط. دي اسمها مرونه. المرونه طبيعية بتفقد مع الزمن، فاصبح الجدار ريجيد خشن ما عادش الحركه دي، زائد ان جداره خشن فممكن يحصل فيه فشل شق يدخل منه الدم جلطه يتقفل الشريان يحصل تصلب شرايين. بنسمع دلوقتي عن شباب في سن صغير يقول لك ده انا جالي حاجه في القلب، ده انا جالي ما اعرفش جلطه في القلب، كسور شرياني في القلب. هل دلوقتي يا دكتور بقينا نسمع او حقيقه فعلا السن الصغير بيبقى عندهم الاصابه بده، ولا حضرتك بتشوف ده في كبار السن اكتر؟ لا هو في كبار السن اكتر، بس انا يعني انا عامل لشاب 26 سنه ورياضي عامل له قسطره ومركب له دعامه، ومهندس 33 سنه ومركب له دعامه، ما يميزهم هما الاثنين انهم شخصيات عصبيه جدا زائد السجاير. يعني كل واحد فيهم كان بيشرب علبتين ثلاثه سجاير. برضه سببها التدخين في الاكل. سببها التدخين زائد الستايل بقى، انه طول النهار بره البيت فاكله كله من الشارع، كوليسترول عالي بتاع كده يعني. طيب فبدأت جميل جدا. طيب لما نشوف حد يا دكتور او لما يكون حد عمل عمليه قلب مفتوح، هل ليه علاقه بالشريان التاجي او بيأثر على ده ولا لا؟ هو القلب المفتوح اللي يخصنا ان هو مريض حضرتك عملت له قسطره وطلع الشريان بتاعته فيها مشكله وما ينفعش نركب دعامات، فبعتناه للقلب المفتوح بيعمل عليها وصلات شريانيه، فهو فعلا شريانه التاجيه تعبانه وانت عامله عليها وصلات شريانيه، فلازم يمشي على علاج ويبقى فيه متابعه عشان نضمن ان الوصلات دي ما تتقفلش او ان الشريان ما يحصلش فيه مشكله جديده. فهو القلب المفتوح وتوصيل الشرايين جزء اساسي من متلازمه الشريان التاجي. طيب خلينا بقى نخش في نقطه مهمه جدا عشان نكون اتكلمنا في كل حاجه. طرق العلاج هنا يا دكتور بيكون ايه؟ لو كسور في الشريان التاجي، امراض القلب زي اللي حضرتك ذكرتها، طرق العلاج بتكون ايه؟ هو الاول يعني نقول حاجه للساده المشاهدين يعملوها، ودي اللي تهمنا، ان اللي يجي له الم صدر بالمواصفات اللي احنا قلناها يطلع على المستشفى، ده رقم واحد. رقم اثنين، ان على ما انقله للمستشفى انا ممكن اتصرف ازاي؟ احط له قرص تحت اللسان، سعفات طبعا اللي هو الدينترا 5 اللي بيفتح الشريان. الاهم منه بقى ان انا اجيب اسبرين اطفال القرص فيه 75، اربع اقراص يبقى 300 مللي، يمضغهم. المضغ ده بيخلي الاسبرين يمتص من البق، فاذا كان في جلطه بتتكون يوقفها على كده. واربع الموضوع ما يزيدش اكتر. واربع اقراص من عقار تاني بيمنع الجلطه برضه، اللي الصيادله عارفينه هو الكلوبيدو جريل او التيكا جريلور. فيبقى يحط قرص تحت اللسان واقل حاجه يمضغ اربع اقراص سبرين والاربع اقراص التانيين اللي قلنا عليهم، انما على الاقل اربع اقراص سبرين، يبقى عملنا حاجه مفيده واحنا بننقله، يبقى وفرنا جزء من الوقت. جميل. ده اثناء النوم. احنا بقى هنعالجه ازاي؟ في كل الانواع المتلازمه لازم نظبط عوامل الخطوره، زي ما حضرتك ذكرتي السكر، الضغط، الدهون، التدخين يقف، دي رقم واحد. رقم اتنين نبدا نتعامل معاه. لو مجرد كسور يعني بيجي له الم صدر بيقعد كام دقيقه كده ويروح، يبقى ده هنديله حاجه توسع الشرايين مع مضادات التجلط الاسبرين واللي زيه ونعالج الخطوره. انما لو عين جاي لنا الاستقبال وعنده جلطه في الشريان التاجي، رقم واحد ان احنا لازم نفتح الشريان المقفول. فتح الشريان بيشمل حاجتين، يا بنديله دواء يدوب الجلطه اللي هو عقار الستريبتوكوينيز، يا اما انا بدخل بقسطره اشفط الجلطه واحط دعامه، دي بنسميها القسطره الاوليه. حلوه. القسطره الاوليه دي دلوقتي هي مكلفه ولكن بتتغطى، في مشروع اسمه دعامه الحياه، العيان ما بيدفعش حاجة، في نفقة الدولة، في التأمين، فعلشان كده العيان لما يتحرك ما يبقاش شايل هم حاجة، هو عليه يوصل للمستشفى وبس. يبقى أول خطوة إن أنا أفتح الشريان، وبطريقتين قلنا، يا الدواء أنا أديله الحقنة دي لو أنا في مستشفى ما فيهاش قسطرة، إنما لو فيها قسطرة يبقى يفضل إن أنا أدخل أفتح الشريان وأحط دعم. الحاجة التانية بقى اللي هي زي ما قلنا بقى عوامل الخطورة نصلحها، يمشي على مضادات التجلط لمدة سنة وبعدين نشوفه، نعالج بقى السكر والضغط والمشاكل دي كلها. تمام. طيب المضاعفات هنا يا دكتور، لما حضرتك بتعمل عملية أو المريض بيبقى موجود، هل في مضاعفات إحنا بنشوفها مع المريض؟ طبعا. زي إيه؟ وفي مضاعفات لمرض الشريان التاجي نفسه، وفي مضاعفات للقسطرة. مضاعفات الشريان التاجي نفسه إنه لا قدر الله يحصل لخبطة في ضربات القلب وبعضها تبقى أحيانا مميتة. إن القلب يقف، جزء من العضله يتقطع، يحصل هبوط في القلب، الحاجات دي مكتوبه. احنا لما بنعدها 1 2 3 4 بنرعب اللي بيسمع، بس هي نسبتها كام؟ 1%، 0.5%، نسبه قليله بس وارد انها تحصل. عشان كده سرعه التحرك للمستشفى مهمه جدا. حلو. القسطره في الغالب ان شاء الله ما فيش مضاعفات، الا اذا قدرا كده نسبه قليله حصل مشكله في دخله الابره، في دخله القسطره، بس دي نسبه قليله، حاجات نادره جدا لما بنشوفها. طيب
طبعا احنا بنشكر طبعا شركه ميرك للادويه وعلى الحملات الجميله جدا لتوعيه كل المواطنين من الامراض اللي احنا بنسمع عنها. بس كنت عايزه برضو اقول لحضرتك، هل في دواء بيجمع بين مرضين؟ مثلا دواء بيمنع بيتدخل في القلب وكسور مثلا الشريان التاجي؟ طبعا بيعالج اكتر من مرض. يعني الادويه اللي بتقلل الضغط عن طريق انها بتوسع الشرايين بتفيد الشريان التاجي لانها بتفتحه معاها، يبقى ده عالج حاجتين، القصور والضغط. الادويه اللي بتعالج الضغط وتقلل ضربات القلب بتفيد القلب، لانه من الحاجات الغريبه ان في علاقه عكسيه بين عدد ضربات قلبك والعمر. يعني نوضح ضربات قلبنا، يعني السلحفاه مثلا عدد ضربات قلبها 6 أو 7 تعيش 150 سنه. الفار عدد ضربات قلبه 400 يعيش كم يوم او كم شهر. فوجدوا ان في علاقه عكسيه ما بين عدد ضربات القلب والعمر. عشان كده الدواء اللي بيقلل ضربات القلب مفيد، بيخليك تعيش اكتر. بالظبط زي ما يكون ليك رصيد. انا ليا رصيد 1,000,000 ضربه، لو قلبي سريع هخلصهم في 20 سنه، لو قلبي بطيء هخلصهم في 40 سنه. مهمه جدا. لا دي علميه مش رومانسيه يعني. جميل جدا. طيب في ناس يا دكتور في شباب في سن صغير يقول لك انا ضربات قلبي سريعه، انا لما بطلع السلم بنهج بتعب، هل ده ليه علاقه بامراض القلب؟ ولما بنشوف حد عنده المشاكل دي يعني يجري ويروح للدكتور على طول ولا ايه؟ هو لازم يروح للدكتور ولو مره واحده، لان ممكن جدا ضربات القلب السريعه ما تكونش لها علاقه، ممكن يكون نتيجه انيميا، ضغطه قليل في الفيميلز يعني في السيدات، ممكن يكون الغده دي ناشطه، فلازم الطبيب اللي يحدد. انما لو ما فيش سبب لازم نقلل الضربات، في ادويه تقلل الضربات، لان زي ما بقول لحضرتك كل ما الضربات تزيد كل ما انت تو اكسبكت ان العيان ده يحصل له مشاكل. طيب الدعامات القلب يا دكتور اللي بنسمع عنها ايه علاقتها بالشريان التاجي للقلب؟ ما انت حياتك لما بندخل، هي الاثار اولا احنا بندخل من الشريان اللي في الرجل او اللي في الايد، شكه صغيره كده وبندخل. دخلت لقيت الشريان ضيق، كانوا زمان بيدخلوا وينفخوا فيه بالونه يوسعوا ويخرجوا، فكان بيقفل تاني. انت حياتك لما بتوسعيه دلوقتي مش عايزاه يقفل تاني، فبتحط في الدعام. الدعامة دي بالظبط زي ما كنا حياتك بتحفري نفق وعملت له حاجات عشان ما يهبطش تاني او ما يقفش، وهي بتبقى جزء من الجدار بعد شهور قليله. جميل. وفي منها دلوقتي دعامه دوائيه بتفرز دواء بحيث تمنع ان الخلايا تتكاثر فيقوم يقفلها، يعني الدعامات اتطورت جدا. حضرتك قلت لي ان من ضمن الاسباب او الاصابه بامراض القلب هو الاسترس، عايز حضرتك تقول نصيحه لكل الساده المشاهدين على الناس اللي في سن صغير على طول بيتعصبوا وعلى طول عندهم ضغط. هو طبعا الاسترس وبخاصه لو فتره طويله ولو على طول بيطلع هرمونات الكورتيزون والادرينالين والحاجات دي، ودي لها تاثير على جدار الشرايين ولها تاثير على نوبات القلب. فالمفروض ان هو يحاول يتعامل مع الضغط النفسي او الاسترس، يقلله بتمرينات، يقلله بادويه، انما لازم يقلله. جميل. من الحاجات برضو اللي يعني طالما حضرتك ذكرت بالمره الحزن الشديد. الحزن الشديد جدا ممكن يؤدي الى مشاكل كبيره في القلب توصل للوفاه، لدرجه ان في لفظ زعل حد بقى بعد كده. طبعا. ربنا يعافينا. لدرجه ان في لفظ دلوقتي اسمه بروكن هارت، يعني بالبلدي كسر قلبه. فالحزن الشديد برضو من الحاجات المفروض نتغاضى عنها ونبعد عنها. دكتور محمود انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا في ازاي الصحه قناه النهار. بنشكر ضيفنا اللي كان منورنا النهارده دكتور محمود يوسف، استاذ ورئيس قسم القلب والاوعيه الدمويه جامعه المنصوره. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على وجودك معانا. شكرا جدا. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، استنونا فقرات متجدده دايما وازاي الصحه.